ايه اللي غيرك يا محمود؟ قولي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة، اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجة. تجاهكم مين انا؟ لا تروحوا تلوموا نفسكم. هتحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في الحرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعادة، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد ده مفيش حاجة عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان، خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على ما اسمه. بمناسبة ايه؟ أول عاشورة، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. وجايب لي ايه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم ألماس عشان الرقبة الحلوة دي، بدل الفلص اللي أنت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. أنا آخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع بره، بره. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة أولى. برافو، هايل، حقيقي هايل، ربنا يوفق. إن شاء الله هيوفق بإذن الله. جيش يا حبيبتي، يلا بقى. شوف يا هيما يا أخويا، أنا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان أحمد مرجان معروف في السوق كله، أنا أخلص أي صفقة في كلمتين ثلاثة. ده الحقيقة معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، أنت راجل ذوق. أنا عايز جهان، طلباتك إيه؟ أنت إزاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي كده؟ اهدى بس، أقعد أقعد، الكلام أخده وعطى. أقعد 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 يا أستاذ إبراهيم، أقعد. هو أنا عايز جهان في حاجة كده ولا كده؟ لا سمح الله، أنت مخك راح لفين يا راجل؟ أنا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده عطى يا حبيبي. اقعد، ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي، اقعد بس. تعالي حاجات، تعالي نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقة زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الأسلوب ده بقى أنا فاهمه كويس أوي، آسف لا أقبل. لا أنت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا إبراهيم؟ يا إبراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليك. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيبي. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. Thank you.
حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هات لي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رساله جات لي اكتر من مره، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وقلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، إما ينتحر. والحكومة عارفة ده كويس. اوعي تقولي لي إن الحكومة بتديله المرتب ده ومش عارفة هو عايش منين. أنا منحاز لأصحاب الدخول المحدودة يا دكتورة. دي طبعًا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت. بس أنا بفهمك الدنيا ماشية إزاي وبعلمك الحياة. مش كل حاجة هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، أنا أقدر أشتري أي حاجة. أنا موهوب في الحكاية دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعت الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله امتحان؟ امتحان ترمو في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن الهنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا فيا دماغ الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصاره مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعه. كنت برشامة حسن. استغفر الله. بتكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب،
كانت أمي الله يرحمها عاملهولي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. اتفرجوا عليه، خدوه على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول التحقيق. قوم. بيوتيف يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم، جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الأخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. أنا مش عاجز، مش محتاج مساعدة من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي، أنا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك أنت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي طهير، أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف بأي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لإغراءه حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، بوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح هشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروعي الدي.
عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هدى بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. ها بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال اجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائد؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه انا نجح، انا نجح. برجان احمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه. الشبكه